السلام عليكم الدراري، تبارك الله عليكم. اليوم كان في مدينه بركان، كان الشتيوه تبارك الله، كما كتشوفوا امطار الخير ما شاء الله. مدينه بركان ممطره، كننقل لكم هذا الحدث مباشره من ملعب البلديه بركان، مباشرة من مدينة بركان. الشتاء كان الشتاء تبارك الله، وانا بغيت نتمشى في الشتاء وندير لكم هذا الفيديو هذا.